وصل إلى مملكة البحرين اليوم فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة للمشاركة في الدورة العادية 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين، حيث كان في مقدمة مستقبلي فخامته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب. كما كان في الاستقبال السفير الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.